كان رائع جدا امبارح، وردود افعال كانت كتيره قوي على هدف مهم في مباراه ليفربول، اعتقد ما فيش حد ما شافوش. يعني هدف خلينا نقول بيعتبر من النوادر. الحكايه زي ما احنا تابعنا كلها عن هدف البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول في شباك ويست بروميتش. أليسون سجل هدف الفوز براسيه لفريقه ليفربول في الدقيقه الاخيره، هي مش الدقيقه الاخيره بس، هي كانت الدقيقه 94 ال 10 ثواني تقريبا. فيعني عشان هنا يعني نقول يفوز على ويست بروميتش ب 2-1 في المباراه اللي اقيمت ضمن مباريات الجوله 36 من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم البريميوم ليج. مشهد كان رائع جدا، يعني كده نقدر نقول ان أليسون بقى اول حارس مرمى بيسجل هدفه لفريق ليفربول. يعني ما حصلش ان هو سجل اي حارس مرمى قبل كده في مباراه رسميه بقميص كمان ليفربول منذ انشاء النادي، ده كان عام 1892 اي هدف. فعشان كده احنا بنقول هدف من النوادر. كمان بيعد خليني اقول لحضراتكم هدف أليسون ده اول هدف فوز لحارس في الدوري الانجليزي، وزي ما بنقول اكيد بيعد هدف أليسون ده مهم جدا لليفربول اللي هو بيسعى اكيد للوصول لدوري الابطال. ليفربول في المركز زي ما احنا عارفين الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي اللي في المركز الرابع. وأليسون امبارح قال مزاحا، هو قال كده يعني كتبها زي تويتر، قال هذا واحد من أفضل الأهداف اللي شهدتها في حياتي وأفضل هدف سجلته هو الهدف الوحيد. يعني أعتقد التعليق هيقول أكيد حقك يا أليسون، أنت أعتقد بالجول ده دخلت التاريخ. يعني يمكن لو إحنا رجعنا برضو بالتاريخ بما أن إحنا بقى ذكرنا التاريخ، حصلت هي قبل كده؟ هل فكرة أو يعني فكرة أن حارس مرمى أن هو يسجل أهدافه، هي حصلت قبل كده في حراس مرمى سجلوا أهداف لفرقهم سواء إحنا بنتكلم في أوروبا أو على المستوى العربي؟ خليني اذكر لحضراتكم اسماء، مثلا عندنا ياسين بونو ده كان حارس اشبيليا الاسباني، في كمان الحارس السعودي مصطفى ملائكه، وفي غيرهم يعني كتير، لكن احنا بنتكلم ان دي اول مره تحصل في ليفربول. فهدف كان رائع جدا، وكمان على السوشيال ميديا كان في يعني انتشار كبير جدا، واعتقد كانت ردود الافعال بالملايين على هذا الجول. وشفنا المشهد لما كان صلاح كمان بيحضنه، يعني كانت مشاهد جميله. خلينا